بنات عندنا هنا الأسئلة عن القطعة مات كندا الأوفيشال لينجوجز اللغات الرسمية. بنات بالإضافة إلى أسئلة التمارين اللي حليناها واللي أنا نزلتها لكم، هنا مجموعة الأسئلة اللي أنا سويتها لكم واللي مطلوبة من عندكم حفظ. أوكي؟ طالباتي مجاميعي بنات صف الرابع والبنات البقية أنتوا بعد أكيد أنتوا راح تطلعون عليها وأكيد المحاضرات راح ينزلونها لكم ويدرسوها لكم. نمبر one. Which is the second largest country in the world? شنو هو البلد الأكبر في العالم، الثاني الأكبر بالعالم؟ إحنا مو قلنا كندا هي أكبر بلد، هي ثاني أكبر بلد بالعالم بعد روسيا. فالسؤال يقول which is the second، ما هو الثاني largest، الأكبر الثاني country، بلد in the world، شنو هو البلد الثاني الأكبر بالعالم، ثاني أكبر بلد بالعالم بعد روسيا؟ إحنا ما كاتبين بعد روسيا، هو منو؟ كندا. منو هو؟ كندا. واضح؟ Number two. Is Canada، هل إن كندا a beautiful country، بلد جميل؟ نعم لولا، هي أكيد نعم. إذا قلنا نعم why، لماذا، ليش هي حلوة؟ أعيدها، Is Canada a beautiful country، هل إن كندا بلد جميل وليش why هي بلد جميل؟ تقولين yes because، بسبب، it is so big، كبيرة جدا، and there are، ويوجد فيها many parks، العديد من المتنزهات and wildernesses، البريات المحميات، area، مناطق محمية أو برية. واضح؟ Number three. What is the most famous natural features؟ ما هي المميزات الطبيعية الأجمل إن كندا؟ مو بيها هواي شغلات، بيها مثل lakes، forest، rivers، بيها glaciers، أوكي، بيها parks، بيها wildernesses، بس منو أحلاهن؟ منو الأجمل؟ الأجمل هي نياجارا فولز، شلالات أو مساقط نياجارا، هاي أجمل شيء بكندا. واضح؟ Number 4. What are the official languages؟ What ما هي the official languages؟ ما هي اللغات الرسمية in Canada؟ بنات، إحنا إيش قلنا؟ قلنا كندا بلد بلغتين رسميتين. البلد بلغتين رسميتين هي الإنجليزية والفرنسية. ليش؟ لأنه بعض من سكان الكنديين يكونون أصلهم فرنسي والبعض الآخر يكون أصلهم بريطاني، فكل من يحكي بلغة أصله، فصارت عندنا لغات رسميات اثنين هي الإنجليش والبريتش. فهنا السؤال يقول What are the official languages؟ شنو هي اللغات الرسمية في كندا؟ هي الإنجليش and French. شنو هي؟ الإنجليش أوكي and French والفرنسية. Number 5. What is the biggest city؟ ما هي المدينة الأكبر of... شنو البلد أكبر مدينة؟ بنات، أكبر مدينة بكندا هي تورنتو. أكبر مدينة شنو بكندا هي تورنتو، بس هي مو العاصمة. رابع، أكبر مدينة هي أوتاوا، هي العاصمة. فهنا منو هي أكبر مدينة بكندا؟ جوابها هي منو؟ تورنتو. واضح؟ جينا Number 6. What is the capital of Canada؟ ما هي عاصمة كندا؟ What is the capital of Canada؟ هاي همين بالتمارين هي أوتاوا. Okay. Number 7. What natural features؟ ما هي المميزات الطبيعية does Canada have، اللي بكندا؟ شنو هي النشاطات الطبيعية اللي بيها؟ بيها rivers، أنهار، بها lakes، بحيرات، بها forest، غابات، بها glaciers، هاي الأنهار الجليدية، جبال هيك وتتحرك، كتل كلش واسعة من الجليد تتحرك ببطء، وبها waterfalls، الشلالات. واضح؟ بنات، أكو بيهن من التمارين ذني موجودات بالنشاط وحليناهن، وأكو لا ضايفتهن أنا جديدات مطلوبات وأريدهن حفظ. هسه راح أنزل لكم تصوير، همين تجيكم صور.